عظيم. وعشان ناخد رأي العلم بجد ونعرف الحكاية دي أساسها إيه، فإحنا معانا على التليفون دكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية. يلا بينا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا أهلا يا دكتور. ربنا يسلمك. ده بجد الحكاية دي، يعني ممكن راجل يغير من ابنه أو من بنته؟ يعني تبقى جواه كده مشاعر غيره من الكائن البريء ده اللي لسه مولود، اللي هو جزء منه؟ ده حقيقي يا دكتور ولا احنا بنبالغ؟ هو مش بيغير منه يا فندم. هو بيبقى في نقد لتصرفات الام بالاهمال للزوج، فبيدي الصوره الشكليه الخارجيه اللي هي واضحه قدام الناس ان هو غير من الطفل، ولكن هي رفض او نقد لتصرفات الام بالاهمال لهذا الزوج. ان بعض الزوجات بعد ما بتخاف الطفل دائما بتنكر تواجد الزوج او بتقلل من اهتمامها بيه، او في بعض السيدات بتبقى فيه واخده الطفل ده حياتها كلها، وان الزوج ده مجرد انت جبت عملت اللي عليك وجبت الطفل. صح. شكرا. صح. فهنا الزوج وخصوصا لو كانت الناحيه العاطفيه عنده اللي هي حاسس بالحرمان العاطفي، فهنا بيبقى دماغه دايما بتوديه. وطبعا مش كل الشخصيات، لان انماط معينه من الشخصيه اللي هي بتحس بالغيره ناحيه الطفل او بتدين من الطفل اللي معاه. ايه الانماط اللي حضرتك بتقول انماط معينه من الشخصيه؟ ايه الشخصيه اللي ممكن، علشان لو في مثلا استاد بيتفرجوا علينا ولسه والده وعلى وش ولاده، تعرف اذا كان جوزها من النوع ده ولا لا، فتخلي بالها او تراعيه اكتر او تديله اهتمام او ما تهملوش؟ في عندي شخصيه تشككيه اللي هي بنسميها البرمجيه، اللي هو دايما احساس تعالي وعايز يعمل اهتمام وعايز زوجته دي يعني مجرد بحركه عينه تلبي طلباته، ده شخصيه برونديه. في شخصيه بيستيريه اللي دائما محتاج مراعاه وعايز الناس كلها تهتم بيه وتلتف حواليه. شخصيته العصبيه اللي هي بتتعرض للاضطرابات السريعه نفسيا مع ضغوط بسيطه، فبالتالي هو دائما محتاج الدعم النفسي او محتاج الاحتواء. دول اكثر شخصيات بيبقى دائما عايزين حته الاهتمام او ان الزوجه دائما عينيها معاهم شويه. مساء الخير يا دكتور جمال، معاك سامح حسين. أهلا. الله يخليك. سؤال يا دكتور، لو ده حصل رد فعل الزوج ايه؟ يعني هل الزوج ساعتها ممكن يصارح زوجته ولا يتقمص وياخد ردود افعال غريبة من الزوجة وهي تبقى مندهشة ان ليه بيعاملني كده؟ يعني برافو عليك يا سامح، هي كده الجزئية الثانية. في ناس طبعا كلمة إن أنا رافض ابني أو إن أنا غيران من ابني صعب إن أنا أطلعها، ولكن بيعمل لها إحلالية. إحلالية بقى تصرفات، أكلك وحش، أنا مش عارف أنام، البيت ما بقتش طايقه، أنا عايز أخرج، أنا زهقان، أنا متضايق، أنا يعني تبدأ بقى أعراض. وممكن برضه بتجيله هو نتيجة الحمال العاطفي بقى شوية توترات، بقى اضطرابات في النوم، اضطرابات في الأكل، تحصل بقى شوية ألم في المعدة، شوية ألم في القولون. دي كلها حاجات واردة تجيله احلاليا ان هو رافض كلمه ان انا رافض ابني او رافض كلمه ان انا غيران من وجود الطفل. ولكن حتى لو انا هتعدي هنا على سبيل المزاح، انا غيران منه، انا متضايق منه وجايب حاجه كلمه في النص، لكن هي رساله بيوصلها للمكان. طب يا دكتور عندي سؤال دلوقتي، في اشخاص بتحب الروتين قوي في حياتها، يعني في رجاله بتحب حياتها تبقى روتينيه وماشيه بالورقه والقلم والدقيقه، لما بيخش طفل الروتين كله بيتلخبط. صح. الراجل بتبقى قدرته على التاقلم اقل كتير وابطا من الست، فاعمل معاه ايه لو انا جوزي شخص بيحب المواعيد قوي ومنظم جدا جدا؟ دي اللي هي الشخصيه الوسواسيه حضرتك. دي ايه يا دكتور؟ إيه؟ الشخصيه الوسواسيه. الوسواسيه الشخصيه الوسواسيه نمطيه تقليديه، ما تحب لا تميل للتغيير. اتخاذ قرار الزواج عنده صعب جدا. اتخاذ قرار الخلفه عنده صعب جدا. وجود طفل جديد في حياته صعب جدا ان هو يتاقلم معاه، فدائما عايز حد يساعده او حد ياخد له القرار او حد يسنده. يعني انا بيعتمد على باباه او على والدته او على حماته او على الزوجه نفسها ان هو يبدا يتاقلم مع الظروف الجديده لغايه لما الامور تعدي معاه بالخير. ولكن صعب عليه جدا 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 تغيير نمطيه حياته، ان هو خد على اسلوب معين واسلوب معين، عشان كده بنسميه بسنسك منتظم قوي. طب انا في حاجه بقى هي بره الموضوع ده شويه، بس حضرتك قلتها في وسط الكلام وانا حتى كتبتها على جنب. حضرتك قلت ايه؟ قلت انه ممكن يكون الزوج ده بيعاني من الحرمان العاطفي، فتلاقي عنده اضطرابات في الاكل،
اضطرابات في النوم، الم في المعده والم في القولون. حضرتك قلت كده تمام. يعني ايه عنده حرمان عاطفي فيحصل له كل التداعيات دي؟ يعني ايه حرمان عاطفي يعني؟ من مراته من زوجته يعني؟ يعني ايه هو الحرمان؟ تعريف الحرمان العاطفي هو يعني ايه؟ الحرمان العاطفي اللي يخلي لي قولوني تعبان، يعني انا ممكن اتعب، قولوني يوجعني لما ابني يجيب درجات وحشه، لما مدير يزعق لي في الشغل، دي ممكن تكون ليها تداعيات على القولون، لكن يعني ايه حرمان عاطفي يعمل كل التداعيات دي؟ بص يا ست كل، في ناس وفرت لها كل حاجه في حياتها، الاكل ووظيفه كويسه ودخل عالي جدا، لكن عنده حرمان عاطفي. في عندنا حاجه اسمها احتياجات او هرم مصر الاحتياجات. البيز بتاع الهرم ده ايه؟ ياكل، ينام، يشرب، يلبس، جنس. ثم توفرين الامان، ثم العمل، ثم ادوات العمل، ثم تطلبوا منه النجاح في العمل. في ناس لما بيتحرم من ناحية العاطفيه، او ان حد يربط عليه، او حد يطبطب عليه، حد ياخده في حضنه، او حتى يتصل ان الاحتياج الجنسي او الحرمان الجنسي، بيبقى عنده كل حاجه اخرى متوفره، لكن دي ناقصه بتبدا تاثر عليه في سلوكياته، تاثر عليه في نومه، تاثر عليه في اعراض جسمانيه. بتشوف ناس كتير جدا بتجنها، هي بتشتكي مثلا من اضطرابات القلب، بتشتكي من اضطرابات نوم، بتشتكي من القولون، الم الرقبه، انزلاق غضروف، يقول لك الم شديد في ظهري، او الم في الركبه، الم في الكتف، وطفه مكان في الجسد هو بيعاني منه، عمال يلف ويدور على دكاتره وياخد ادويه، ولكن المنشا بتاعها الاساسي هنا بتبقى منشأة الحرمان العاطفي. ياه. كده بنقول دايما الانسان محتاج هرم الاحتياجات ده او من الحد الادنى منه، بس في كل البيت ده يكون موجود. طب هل طب على الزوجه تعمل ايه علشان ما هي اكيد اولوياتها اختلفت؟ صحيح. واكيد مسؤوليتها بقت اضعاف. صحيح. مسؤوليتها قبل الولاده، لكن عايزه تحافظ على البيت وعايزه تحافظ على جوزها، فتعمل ايه؟ هي ما بين نارين بقى، تعمل ايه ساعتها علشان تحافظ شويه على ده؟ صح. ان هي تبدا بقى تنظم وقتها هنا. التايم مانجمنت بتاعها، ان انا انظم ما بين زوجي وما بين ابني، زي الولد احدد ساعات نومه، احدد ساعات اكله، احاول بقدر الامكان ان انا ما اهملش الزوج تماما، ان في ست مجرد بتهمل الزوج تماما، في واحد يقول لك انا مراتي ما بشوفهاش، هي قاعده عند اهلها وفرحانه هناك وانا سايباني لوحدي، او تعالى اقعد معايا عند بيت بابا، او حد قاعده معايا في البيت بس انا اخر الاهتمامات بيها، هو كان واخد فتره ان هو اللي اتدلع، هو اللي بتاكله وعماله كل شويه تهزر معاه وتضحك معاه، وش فجاه لا الولد محتاج كذا، الولد بيعيط، الحق الولد كذا، لا ده انا لازم انام جنب الولد، لا اصل الولد سخن كذا، وهو ملوش اي دور معاه. في بعض الشخصيات زي ما قلت لك، هي الشخصيات التفكير بتاعها اناني شويه او انطوائي او بياخدها على نفسه شويه، فيقول لك لا انا مهمل. في واحد ثاني بياخدها ببرود مايند شويه، ما هو ابني ومن حقه الطفل الصغير انه يديله الاهتمام، لكن دايما بقول للزوجه اهتم بالزوج شويه، ما تجيش مره واحده من اهتمام 100% ل 0%. هو ترتيب الوقت. صحيح. ترتيب الوقت دي حاجه مهمه. صح. جدا، اظن بتنظم حاجات كتير جدا في حياتنا. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. على وجودك معانا دكتور جمال، نورتنا.